قدم العشاء في غرفة المائدة ذات السقف العالي، حيث زينت الجدران بالرسوم، وكان الأثاث قديما، وأضاءت الشموع المائدة، حيث لمعت الصحون الفضية والشوك والسكاكين والملاعق فوق مفرش مشغول بدقة وروعة. وكانت الوجبة نفسها أشهى ما ذاقته جين في حياتها، وشربا القهوة في الشرفة التي كانت أيضا مضاءة بالشموع، واستند سكوت إلى وسادة وراقبت جين وهي تحتسي شرابها، وقطع الصمت الطويل أخيرا بقوله: أرجو أن تكوني قد استمتعتي بالطعام. كان رائعا، شكرا، إنني سعيد بأنك وافقت على تناول العشاء معي. إذا تذكرت لم يكن لي أي اختيار، ولكنك استمتعت بالاختيار الذي قدم إليك. أنا سعيدة حقا لأنني حضرت، هذا هو ما تريد سماعه، أليس كذلك؟ فقط إذا كان صادقا. نعم إنه صادق. ورفعت قدحها إلى شفتيها وأحنت رأسها لإخفاء تعبير وجهها. يجب أن نكرره، وترددت جين قبل أن تتكلم، ليس لأنها وجدت أي خطأ في اقتراح سكوت، ولكن لأن ليس لم يعلم أن سكوت عرف الحقيقة. إن ليس سوف يعتبر خروجي معك أمرا غريبا جدا. عندما اتصلت به تليفونيا وقلت إنني آتية إلى هنا لقضاء المساء، بدت الدهشة في صوته، ونظرت إلى سكوت تريد بعض التعليق، ولكنه انتظر حتى تستمر. يجب أن تتذكر أنه لا يزال يتصور أنك تعتقد أنني وهو زوجان، وهو لا يتوقع أن تأخذني منه، تأخذ زوجته. وانطلقت ضحكة جافة من شفتي رفيقها، وقال مفكرا: ترى هل فكرت في الورطة التي قد تجدين نفسك فيها؟ لم أحب فكرة الخداع، وفكرت فعلا أنها قد تثير لنا المتاعب. ولكنك بالطبع لم تستطيعي التصور إلى أي حد قد تثير المتاعب. لم أتوقع إطلاقا أن أجدك هنا. وإذا كنت قد توقعت، بالتأكيد لم أكن لأوافق على الخطة إطلاقا. وبدت تقطيبة على جبينه وتمتم وكأنه يحدث نفسه: إن القدر غريب، لم أتوقع إطلاقا أن أراك ثانية. وسكت واستغرق في التفكير، ونظرت إليه جين وقفز الأمل بداخلها: ترى ألا زال يهتم بها؟ بالتأكيد لا، قالت عندما لم يبدي دليل على أنه سيقطع الصمت. أعتقد أنه حان الوقت لعودتي، إذا كنت تصر على أن يظل أخي يجهل معرفتك حقيقة الوضع، فلا بد من انصرافي، ووفقا لهذا سوف يوجه إلي أسئلة محرجة. وخرج سكوت من أفكاره وهز كتفيه قائلا: سوف يتصور أنني أحد أصحاب العمل الذين لا يؤمنون بمبادئ في أي حال، لن أكون فريدا. إن له رأيا عظيما عنك حقا، رغم أنني أظهرت اهتمامي بك. اهتمام؟ هكذا ردت وهي تنظر إليه متسائلة، وقد بدا في عينيها بريق غير عادي. هل أنت تهتم بي؟ ونظر إليها سكوت متمعنا وبدا مليئا بالتردد، ولكنه فجأة تبنى جو سخريته المألوف وقال بصوت تشوبه السخرية: طبعا يا عزيزتي جين، إنك تعرفين جيدا أنني أهتم بك. ألم أطلب منك أن نخرج مع بعض؟ وغاص قلب جين، كانت تتمنى فعل أي شيء لتسحب سؤالها الذي أدى إلى هذا التغيير في سلوكه، وقالت وقد أصفرت كآبتها عن غضب: ليس لدي نية في إقامة علاقة خاصة معك. وبدا مستحيلا أنه منذ لحظات قليلة فقط جعل الأمل يتسرب داخلها. كان سكوت رجلا عابثا، وكلما قبلت هذه الحقيقة بسرعة كلما كان هذا أفضل، وقال لها: لا تكوني واثقة هكذا يا عزيزتي، إذا حاولت حقا فإنك لن تستطيعي مقاومتي. واتقدت عيناها: هي له من رأي تظنه عن نفسك، قلت ذلك من قبل، ألا تستطيعين التفكير في شيء مبتكر؟ وانتهت جين من شرب قهوتها وقالت في حزن: سوف أذهب.
ونهضت واقفة ونظر إلى ساعته وقال: لا يزال الوقت مبكرا، ستكون الساعة 10 عندما أصل إلى البيت. وهز سكوت كتفيه: حسنا جدا، سأعود بك. ولكن في طريقهما إلى السيارة توقف وأخذها بين ذراعيه وقال وهو يحني رأسه: جين. لا. وضاعت بقية الكلمات وأبعدها عنه وقال ساخرا: كيف تعترضين يا جين وأنت لا تقصدين الاعتراض؟ وقالت في يأس: لن أتناقش معك يا سكوت بعد أن حصلت على ما تريده، هل لك أن تعود بي إلى بيتي؟ وضحك وقال: ما أريده، إنني أريد أكثر من هذا يا عزيزتي جين. ونظر إليها ووجد الدموع في عينيها فقال فجأة: وهو كذلك، سأعود بك. عندما وصلت جين إلى مقر عملها في الصباح التالي، تصرف سكوت وكأنه لم يقل شيئا على الإطلاق في الليلة السابقة، ولم يبدو حتى أنه لاحظ توهج خديها عندما دخلت غرفته لتأخذ رسالة. كان صوته غير معبر، وقررت جين تقبله في أي حالة يكون فيها، وأنها لن تنسى من الآن فصاعدا أنها موظفة عنده وسوف تتصرف وفقا لهذا. وقال لها فيما بعد أنه سيقضي عطلة نهاية الأسبوع في سان بنثان، ولكنه أضاف أنه يتوقع أن يطلبها لكتابة تقرير عن مشروعات التوسع في فندق النخيل، وقال: أتوقع أن تكوني قد انتهيت منه عند عودتي يوم الأحد ليلا. سيكون جاهزا، قالت ذلك بجمود، وبما أن الساعة كانت الخامسة ودعته وغادرت الغرفة. ركبت سيارتها وضغطت على المحرك ولكنه لم يتحرك، وضغطت ثانية ولا حركة. ماذا بها؟ وكان سكوت أمام نافذته يراقبها. وأخيرا خرجت من السيارة ونظرت إلى حيث وقف، فخرج إلى الشرفة وسألها: ماذا بها؟ إنها لا تتحرك. هل حدث هذا من قبل؟ لم يحدث بها شيء حتى الآن، ولكنني لم أحصل عليها منذ زمن طويل. وأزاح سكوت المقعد إلى الوراء وجلس في السيارة، وبعد لحظة كان ينظر إليها بشيء من المرح وقال: بنزين، إن السيارات تتحرك عادة عندما يكون بعض البنزين في الخزان. ألا يوجد فيها بنزين؟ تبدين مندهشة، هل كنت تعتقدين أن فيها كمية كبيرة؟ حسنا، لم أفكر في ذلك. وسكتت بينما هز سكوت رأسه بحركة خفيفة تدل على الإشمئزاز. المرأة لا تهتم عادة بشيء حيوي جدا مثل البنزين، هل تدركين أنك ربما توقفت في الطريق؟ نعم، من حسن الحظ أن هذا لم يحدث. سأخذك في سيارتي إلى بيتك وسوف أشتري صفيحة بنزين على حسابي. كان ليس يقف أمام الفندق يتحدث إلى ضيفين، واستدار في دهشة عندما رأى سيارة سكوت تقترب. شعر بقلق بينما خرج سكوت وجين من السيارة. هل حدث شيء؟ إن زوجتك نسيت وضع أي بنزين في سيارتها. والتقت نظرة سكوت بعين جين وهو يتردد متعمدا واستطرد. ولذلك كان لابد أن أعود بها في سيارتي. ونظر إليه ليس بطريقة غريبة وقال: لو اتصلت بي تليفونيا لأرسلت لك بعض البنزين. ورد سكوت بدون اهتمام: لم يكن الأمر يستحق إزعاجك، إذا كان عندك صفيحة بنزين أستطيع أن أخذها. سوف أكلف شخصا بإحضار صحيفة. وانصرف ونظرت جين إلى سكوت وقالت بلهجة عداء: ما الذي تحاول أن تفعله؟ لقد جعلت ريس يشك الآن. وذاقت العينان الزرقاوان وكذلك الابتسامة التي كانت تحوم بمرح على شفتيه وسألها: كم مرة يجب أن أذكرك بأنني رئيسك؟ مخدومي، اختاري الكلمة التي تريدينها، يجب أن تحترميني وإلا. لقد بدأت أتعب من تهديداتك يا سكوت، ما الذي تستطيع أن تفعله بالضبط؟ أفصلكما وأرسلكما إلى إنجلترا. وأخضعها هذا، فقد كان يقصد ما قال،
وتمتمت معتذرة وأضافت كلمة شكر لأنه أوصلها وقال لا داعي للشكر. ثم استدار ليقابل أخاها حاملا صفيحة سعة جالون بنزين وشكره سكوت وجلس في سيارته وانطلق بين صفي الأشجار على جانبي الممر المؤدي إلى البوابة. وغمغم ليس وهو يلتفت إلى جين إن شيئا غريبا يحدث، إنما كان يدور بينكما أنتما الاثنين يحدث بعد خناقة عاشقين. لا شيء من هذا، إنني لم أحب سخريته فرددت عليه هذا كل ما في الأمر نسية أنه مخدومك. لا أستطيع أبدا أن أنسى ذلك، إنه يذكرني به دائما. وبدت نافذة الصبر من ليس ومن سكوت. هو يذكرك. وأدركت جين الآن فقط أنها نسيت ثانية أن تكون لبقة وقالت عندما أرد عليه يذكرني. نعم. وهز ليس رأسه مفكرا وقال باقتضاب إنه وضع مضحك، القنبلة سوف تنفجر بعد قليل، أستطيع أن أراها قادمة. ماذا تقصد؟ يجب أن يعرف سكوت الحقيقة، إننا لسنا زوجا وزوجة. بالضبط. وهل هناك أي سبب معين لتقول ذلك؟ هناك سببان. أوه. أولا أنت وسكوت لا فائدة من إنكارك يا جين، وهناك شيء ما يدور بينكما ولا أعرفه. أعتقد أنه سيكون سعيدا جدا إذا عرف أنك غير متزوجة. أما بالنسبة لك فإنني لست واثقا تماما من أنك لا تهتمين به كما قلت لي. ولم تحاول إنكار هذا، وسألته وهي ترمقه بنظرة. والسبب الثاني؟ تردد لحظة طويلة وبدت تقطيبة على جبينه ثم قال إنها جوين. جوين، هل تستلطفها؟ بل أكثر من ذلك، أكثر من استلطاف يا جين. إنني سعيدة يا ليس، لا تقاطعني لتقول أنك لست متأكدا من أن مشاعركما متبادلة. لقد عرفت أن جوين تهتم بك. واتسعت عيناه. كيف؟ سمعتها تقول إنها يجب أن ترحل بسببك. اعتقدت أنها وقعت في غرام رجل متزوج. هل سمعت هذا؟ ومع ذلك لم تشيري إليه؟ لم يكن من النوع الذي يشار إليه. كان يمكن أن يبعث الراحة إلى ذهني. وكيف أستطيع أن أعرف أنك مهتم بها؟ هل فكرت فيها في وقت ما؟ كنت تعرفين أنها تهتم بي. عندما سألتك إذا كان لديك أي فكرة عن سبب رغبتها في ترك العمل؟ نعم كنت أعرف. حسنا، كانت حيلة قذرة ألا تقولي لي. لم أكن في وضع أخبرك فيه. لم تكن لدي أي فكرة أنك مستعد أن تعترف لسكوت بكل شيء. وخطر لجين فجأة أنه عندما يعترف ليس بكل شيء فإنها نفسها سوف تتحرر من سيطرة سكوت عليها التي كان يروق له أن يذكرها بها دائما. واعترف ليس قائلا لقد مررت بعذاب أليم، لم أكن أريد أن ترحل. إذن لماذا لم تلمح لها؟ كيف ألمح لها وهي تعتقد أنني متزوج؟ وهزت جين كتفيها وقالت لا تنظر إلي وكأنني الملومة على ذلك، أنت الذي فكرت بظهورنا كزوجين. أنا آسف يا جين، إنني مرتبك. أوه يا جين، كنت تشكين من البداية في أن الأمور ستسير بسهولة، ولكن هذا ليس مهما الآن. المهم أن نمنع جوين من مغادرة كورال جيبلز. لا أريد تحمل مشقة السفر إلى إنجلترا بعدها. وابتسمت جين وقالت هل كنت ستفعل ذلك؟ بالتأكيد. وبعد لحظة صمت أضاف هل عندك أي فكرة عما سيكون عليه موقف سكوت إذا عرف نبأ خداعنا؟ وهزت كتفيها بلا اهتمام، ولكن هذا الخداع الجديد كان يزعجها مثل الآخر. شعرت أنه يتعين عليها أن تكون صريحة مع ليس فورا، ولكنها تذكرت أمر سكوت بأن تظل صامتة. ليس عندي فكرة، ولكن سوزان وديفيد يعتقدان أن سكوت لن يغضب كثيرا إذا عرف. سوزان وديفيد، وكيف حدث أنهما ناقشا احتمال اعترافنا بالحقيقة؟
كانا يمزحان حول هال شارلتون، ويبدو أنهما يعتقدان أنك أيضا سترغب في الكشف عن الحقيقة. وأومأ ليس وماذا يخبر جين أن ديفيد جاء يوما، وعندما لاحظ أن ليس يتحدث مع جوين قال: إنها فتاة لطيفة، يبدو أنك مغرم بها. وتمتمت جين ساهمة: لا بد أنه هو وسوزان استنتجا أنك ستضطر إلى إخبار سكوت بالحقيقة. يبدو ذلك. هل الهال هذا يعني لك شيئا؟ وبدأت تهز رأسها. وقال ليس: ولماذا تبدين واثقة إلى هذا الحد؟ مهما أنكرت يا جين فإن هناك رجل واحد في حياتك. وإحمر وجهها. وماذا يقول؟ لم تعترضي الآن عندما قلت أن شيئا ما يجري بينكما ولا أعرفه، وأن سكوت سيكون سعيدا إذا عرف أنك أختي ولست زوجتي. وتكلمت أخيرا لتكرر ما قالته، وهو أن سكوت لا يهتم بها، وأنه بالتأكيد لا يهتم بالزواج. وأضافت: يقول إنه يتمتع بكل شيء بدون زواج، إلى جانب أن ألما موجودة إنه يتسلى بها فقط. كان سكوت رجلا شريفا يعتز بالأخلاق. قالت ذلك والألم الواضح يبدو على وجهها، ولم يفت هذا أخاها الذي قال: حتى رفضته، أليس كذلك؟ الكبرياء لرجل مثل سكوت أمر هام جدا، لابد أنه كرهك لما فعلته به. وهزت جين رأسها بحزن وقالت معترفة: أعتقد ذلك، ومع ذلك لا أتفق معك في أنه لم يعد مهتما بك. ما عليك إلا التفكير في سلوكه. أولا قرر أن يأخذك سكرتيرته، وكان هذا أمرا طبيعيا، فقد كان يعرف أنني أستطيع تأدية العمل، ولم يكن هناك شخص آخر يعينه في هذه الوظيفة. وتجاهل ليس هذا وسألها بصراحة: ألا تحبين الاعتقاد بأن هناك سبب آخر لتعيينك في وظيفة سكرتيرته؟ نعم يا ليس، أحب الاعتقاد بهذا، ولكن لم يكن هناك سبب. ما علينا إلا أن ننتظر ونرى. وأنهيا الموضوع. كان هال عند كلمته عندما قال أنه يود رؤية جين ثانية. وفي مساء أحد الأيام حضر ليتناول العشاء ويرقص في حفل أقيم في كورال جيبليس، وفي جو رائع تناولت جين وهال العشاء ورقصا. وفي منتصف الحفل وصل سكوت وحده وراح ينظر في كل اتجاه، وأخيرا وجدت عيناه ما كانتا تبحثان عنه. وبخطواته الرشيقة وصل إلى المائدة التي جلس حولها جين وهال. مساء الخير يا جين. مساء الخير يا هال. مساء الخير، تفضل معنا. وكانت دعوة هال فاترة، ونظر إليه سكوت بتعال وأجاب: يسرني هذا. وركز عينيه على جين التي كانت تحرك مقعدها قليلا حتى تفسح مكانا للكرسي الإضافي حول المائدة الصغيرة. وجلس سكوت وراقب الجميع، وكانوا يرقصون في عدة دقائق. وحضر ليس وانضم إليهم حول المائدة. وعندما انتهى رقص الليمبو وقف سكوت ودعا جين للرقص، ولمحت نظرة أخيها وتقطيبة هال أيضا وهي ترقص بين ذراعي مخدومها، ومكادا يبتعدان عن المائدة حتى قال بحدة: يبدو أنك نسيت أمري. أمرك؟ قلت لك أن تتصرفي بطريقة مهذبة بخصوص هال شارلتون. وسألته باغتضاب: وما الذي فعلته؟ كنت تجلسين معه حول مائدة مخصصة لشخصين، وكان رأساكما متلامسين مثل عاشقين حتى رأيتني. وشعرت جين بأصابعه على ظهرها وهي تغرز فيه مثل قضبان من حديد، وأنكرت بتحفظ وكبرياء قائلة: هذا ليس صحيحا، كنا نتحدث وكان لابد أن نقترب من بعضنا لأن الأصوات عالية من حولنا. المفروض أنك متزوجة، وإذا كان لابد من جلوسك مع أي رجل فالمفروض أن يكون ليس. كان ليس مشغولا. قلت إنك تستلطفين هذا الشخص، هذا الهال شارلتون، هل هذا صحيح؟ وصمتت للحظة ثم قالت: نعم هذا صحيح. وفكرت إذا أمكن إقناعه فإن هذا سيضع نهاية لكل محاولات التودد. ولا تهتمين بأن له سمعة سيئة؟ معظم الرجال لهم سمعة سيئة.
قلت إنك نفسك أكثر من مرة أن هذا لم يعد شيئا هاما، وأن الناس ليس عندهم مثل عليا. وذكرها قائلا بحدة: ولكن عندك أنت مثل، أو هكذا قلت لي. لا أقول أنني سأذهب إلى حد الزواج من هال. ومرة أخرى شعرت بالأصابع الصلبة تضغط على ظهرها. لا تستطيعين ذلك، هو الأمور على ما هي عليه. كلا، هل تخبره بأن يتوقع اعترافا من أخيها قريبا؟ سوف تجد متعة في مراقبة رد فعله، وتقول له أنه لن يكون في وضع يفرض فيه إرادته عليها بعد أن تتخلص من سيطرته، على أن الاعتراف كان من شأن ليس وحده. فأثرت جين الصمت، ولكنها قالت: إذا كنت تفكر في أن تتسلط علي وتمنعني من مقابلة هال فلا تحاول، لقد بدأت أتعب من أوامرك. ورفع حاجبيه ليس بعجرفة وإنما بدهشة، وقال في تهكم: إنك تدهشينني، من الواضح أنه حدث بعض التغيير. أذكر، وردت بذيق: أوه أرجوك انسى كل هذا الهراء. إذا كان هراء، وبدأ تعبير غريب في عينيه وأضاف: تعترفين بذلك بعد كل هذه المدة؟ لا أريد أن أخضع للسيطرة وأتلقى الأوامر، إن أي امرأة في كامل عقلها لا تريد ذلك. وهو كذلك. وبيده تحت مرفقها قادها بعيدا عن الضجة ناحية الشاطئ الذهبي الشاحب، وقال: لا داعي لأن تصابي بهستيريا من أجل هذا. لست مصابة بهستيريا، لن تنكري أن مزاجك معتل. وتحولت نظرة التهكم إلى نظرة تسلية، وقال: إنك فتاة عاطفية جدا يا جين، وأي شخص يتزوجك سيلقى متاعب، إلا، وأضاف بدعابة جافة، إلا إذا ضربك عند البداية. وضحك من غضبها وغاضها أكثر عندما ربت على خدها الأحمر. كان يجب أن أفعل هذا عندما اكتشفت هذا الجانب من طبيعتك. وظلت صامتة، ليس فقط لأنها لم ترغب في مناقشة الموضوع، ولكن أيضا لأنها لم تكن واثقة تماما من أنه لا يفتقر إلى قوته الشخصية كما كان منذ 4 سنوات. قال ليس أن سكوت قد أحبها لدرجة أنه تركها تنفذ كل رغباتها، وكانت جين تميل جدا إلى قبول هذا. وسار سكوت ويده لا تزال تحت مرفقها. كان الليل ساحرا، القمر الاستوائي عاليا متألقا مثل الفضة اللامعة، والنجوم براقة تخترق سماء الكاريب الزرقاء في منتصف الليل، والموسيقى والعطر تملأان الهواء الدافئ اللطيف، وأصبح الجو مسيطرا فجأة. كان الرجل إلى جانبها يثبت شخصيته بدون جهد كبير أو حتى معرفة، وشعرت جين كأنها ستقع في نسيج عنكبوت مصنوع من كل خيوط الطبيعة الساحرة، ولكنه عالم مفتوح يدعوها إلى دخوله الرجل الذي بجانبها. أريد أن أعود، قالت ذلك عندما قرر سكوت أن يتوقف تحت شجرة جوز الهند حيث تقابلا لأول مرة في باربادوز. عد بي أرجوك، عد بي. وحلق ثم ضحك واستمد سعادته من الذعر في عينيها. الطلب متأخر، أليس كذلك؟ لم أكن أنظر إلى أين كنا ذاهبين. لا يوجد أحد غيرنا، لا يوجد إلا أنا وأنت والبحر والسماء، قد تكون جزيرة صحراوية. وقبل أن تقوم بحركة تبتعد بها مقدما عما يقصده، أمسكها بحرارة لدرجة أنها شعرت بفقدان حواسها. لم يحدث في الأيام القديمة أن أبدى مثل هذه الحرارة. كان لطيفا يخشى أن يؤذيها عقليا أو جسديا، ولكنه ليس كذلك الآن. كانت ذراعاه حبلين شديدين عنيفين، وشفتاه تأمران بلا رحمة متسلطتين في غرابة. وكان صوته غليظا، وأبعدها عنه وقال: من حسن حظك أننا لسنا وحدنا على جزيرة صحراوية، وإلا ضاعت مثلك العليا يا جين الحلوة.